مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب والصيف. احنا موجودين في مركز شباب الشامية وفعالية جدا مميزة، فعالية السباحة. خلكم معنا بعد الفاصل شوف أحداث الفعالية. معنا كابتن يسري احمد مشرف السباحه في مركز شباب الشاميه، ونشوف كابتن اليوم فعاليات مميزه اليوم تقام. احنا والحمد لله من ضمن الانشطه بتاعتنا اللي هي الصيفيه اللي احنا بيبقى مكثفين فيها نشاط السباحه نظرا لاهميه هذا النشاط في فصله الصيف، فاحنا دايما فعالياتنا ممتده فتره الصيف بكثره، ومن اهمها ان احنا بنهتم باعضائنا من نشاط في السباحة التعليمي والترفيهي والتنافسي. التعليمي برنامجنا على طول يوميا تدريب خاصة محو الأمية، أما التنافسي فإحنا بنتنافس مع مراكز أخرى تحت إشراف إدارة المراكز الشباب، بتنظم لنا مسابقات مع المراكز الأخرى. وبعدين الترفيهي اللي احنا الالعاب المائيه اللي احنا بنحطها عشان نحس الولد ان انت مش جاي بس عشان تتدرب، لا ده في رفاهيه، في ترفيه وفي لعب وفي استئناس، والحمد لله ولادنا مبسوطين من البرامج اللي احنا بنقدمها لهم. بالبدايه نتكلم عن البرامج، اليوم شفنا ثلاث انواع من البرامج اللي هو بالبدايه النطاطيات او النقازيات داخل ماي، وبعدها المسابقات، وبعدها تدريبات وتسخين، فنقدر نتعرف اكثر على هذه الاجزاء. احنا اليوم جمعنا الانشطه كلها في يوم واحد، وهو احنا بدينا بالالعاب الترفيهيه. احنا الهيئه مزودانا بالعاب مائيه بنحطها بحيث الولد بيتسلقها ويمشي عليها ويسبح تكمله ده الناحيه الترفيهيه. اما الناحيه التعليميه فاحنا بنقسم الحوض بتاعنا الى مجموعتين، مجموعه مبتدئ ومجموعه متوسط ومتقدم. المبتدئ اللي احنا بنركز عليهم على محو الاميه، والمتوسط المتقدم بنركز على المهارات اللي هي بالنسبه للمتوسط والمتقدم، وبنعلمهم سباحات اخرى. وبالنسبه للتنافسيه طبعا دي بتبقى تحت اشراف اداره المراكز اللي هي بتنظم لقاءات بين المراكز بعضها ببعض، كل اسبوع بيبقى لنا لقاء في احدى المراكز بنختار افضل اولاد عندنا وبنتنافس فيها مع المراكز الاخرى. كابتن انت ما شاء الله مشرف السباحه لك فتره في مركز الشباب، فعندك يعني درايه او علم في مدى تطور الشباب اللي موجودين، فنقدر نعرف اكثر عن مستواهم. والله انا ما اخبيش عليك، احنا الحمد لله كل سنه عن سنه بنتقدم، واولادنا ما شاء الله في خلال فتره الصيف بنكون قضينا على اغلبهم في محو الاميه، والعرف ان احنا بنيجي في نهايه الصيف بنعمل لهم حفله تخرج لمحو الاميه، وممكن حضرتك برضك تستعين باراء اولادنا انهم الحمد لله بيتقدموا بحيث في نهايه الصيف ما بيكونش عندنا حد الا لما يكون اتعلم السباحه. We'll be right back.
معنا أعزائي المشاهدين أحد المشاركين في فعاليات السباحة اليوم، عرفنا باسمك. فواز سعود. فواز، متى اشتركت أول مرة في مركز الشباب؟ شهر 3/2015، يعني من 9 أشهر. شهر 3/2015، يعني لاحظت أنك تطورت بعد ما اشتركت؟ أكيد، بعدها بأسبوع تطورت الحمد لله. تعلمت سباحة؟ إي، من أجل المدرب. المدرب ما شاء الله علمك سباحة، خلاك تجتهد أكثر. إي نعم. زين، شنو اللي خلاك تحب يعني لعبة السباحة، ما توجهت للعبة ثانية كرة القدم أو؟ والله أنا أحب من زمان، من أول ما انولدت أحب كرة القدم والسباحة، لأني أشوف إخواني دائما يحبونها، ويوم تعلمت على السباحة حبيتها حيل، شفت أنها ونيسة أستانس فيها. أستانس يعني بالبداية كانت السباحة عندك صعبة لأنك ما تعرفها، بعد ما تعلمتها وجدت أنها سهلة صح؟ إي حبيتها حيل. زين، السباحة أنواع، فشنو أكثر سباحة يعني تتقنها، يعني الحرة ولا الفراشة ولا؟ الحرة وكاتش ماي كاتش. الحرة يعني أكثر شيء الحرة. زين، عندك وقت معين قطعت فيه مسافات، في لك توقيت معين بالسباحة؟ إيه، الساعة يعني من 4 إلى 6. يعني من 4 ثواني إلى 6 ثواني، ما شاء الله. إيه، تحرص أنك تطور من مستواك عشان يعني تتطور أكثر مستقبلا. إيه نعم، أحب أني أتطور علشان أتدرب. معنا احد المشاركين في فعالية السباحة اليوم، عرفنا باسمك. فهد عبد الرحمن البناي. فهد، متى اول مرة اشتركت في مركز الشباب؟ والله من زمان، يمكن ب 2012 يمكن. حلو، صار لك 4 سنوات، شو اللي تطور فيك من مهارات؟ يعني تعرفت شلون اسبح السباحة الحرة الصح، وتعلمت وايد اشياء. يعني اشتركت في بطولات، حصلت على مراكز؟ ايه. استمتعت بالسباحة؟ وايد وناسة. أي أحسن عندك، السباحة ولا فعاليات ثانية مثل كرة القدم، كرة الطائرة؟ أحب أنا الغوص، اللي هو تقريبا السباحة. تحب الغوص، فعاليات الغوص؟ أي أحسن. زين، دخلت في تجربة الغوص؟ أي دخلت. شنو اللي حبيته فيها بالغوص؟ ما تحس أنها صعبة شوي، ممكن مخيفة؟ بعض المرات أول ما تدشها تحسها كذي، لكن إذا أنت تحب هالشيء راح تحبه. يعني راح تعرف شلون مستقبلا انت بتصير سباح ولا غواص، لان كل وحده لها رياضه. بس اذا تبي تغوص لازم تعرف شلون تسبح. صحيح، يعني الاثنين. زين، تنصح الشباب يمارسون اي لعبه، يعني الغوص ولا السباحه؟ السباحه. ولا اثنينهم؟ اثنينهم. يجرب يعني اللي حبه منهم يمارس. اي. زين، مستقبلا انت بتصير يعني محترف في هاللعبه، سباح ماهر؟ ان شاء الله. ولا بس فتره الصيف؟ لا ان شاء الله سباح. لازم تطور من نفسك وتدرب اكثر. ايش اكيد. بالتوفيق لك، والله يعطيك العافيه. مشكور. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الشباب والصيف، باكر نشوفكم في حلقة جديدة، فمان الله.